الأشواط، من ينطلق بتحدي ينطلق بأداء مميز جميل هنا مع الأشواط الإنتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان. الثمانية الأشواط الذي قدمها هنا نادي دبي للإنتاج والمنتجين، نتابع هذا الأداء ونتابع هنا الصدارة ممدوحة لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، من تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ملهمة في المركز الثاني أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل، ومن الجانب الآخر معراض مبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي القادمة على المركز الثالث وتتسلل إلى الثاني، بينما المركز الرابع غزلان سعيد بن أحمد بن هدفة العامري، من تأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس شقرة للسيف بن محمد بن سالم الدرعي، هنا من يأتينا من ميدان القوع للمشاركة هنا بهذا الأداء المميز على خامس المراكز. وفي المركز السادس، المركز السادس والمنطلقة على سادس المراكز، وصايف حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، من تأتينا بهذا الأداء، ولكن أرى تسلل من راهية سعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري، ومن الجانب الآخر هناك أيضا القادمة مشكورة، هنا سيف بن محمد بن سالم بن شوط الشامسي هنا بمشكورة هذا الأداء المميز، وصل شعار بن حبة أيضا هنا من يأتينا بانطلاقته الجميلة، غيوم حمد بن محمد بن حبة العامري من ينطلق، غيوم وصايف في المركز التاسع هنا لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، هناك ينطلق بوصايف والوصول من الشاهينية مهير بن سعيد بن عقيد لكتبي على عاشر مراكزنا. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا الأداء المميز الجميل، ونعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى معراض من غيرت إلى صدارة، انطلقت إلى المقدمة، إلى المركز الأول معراض مبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي، يأتينا بمعراض على صدارة على المقدمة ممدوحة، على المركز الثاني ممدوحة سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري ينطلق بممدوحة على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الهمة ملهمة أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل ينطلق بملهمة على ثالث مراكزنا، وفي المركز الرابع، المركز الرابع شقرة سيف بن محمد بن سالم الدرعي مع شقرة على المركز الرابع، وفي المركز الخامس غزلان سعيد بن أحمد بن هدفة العامري من يأتينا خامسا، وفي المركز السادس، المركز السادس راهي سعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري على سادس المراكز، وفي المركز السابع غيوم حمد بن محمد بن حب العامري من ينطلق هنا على المركز هذا الأداء السابع والثامن مراكزنا. تاتي الشاهينية هنا لمهير بن سعيد بن عقيد لقتبي، وتاسع المراكز شخصية خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وفي المركز العاشر وصايف حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من ينطلق بوصايف على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى سوف تنضم إلى ركب المقدمة، أيضا انتظروها بهذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هناك المقدمة مع بن سبعين مع معراض مبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي، من ينطلق بمعراض على الصدارة وعلى المركز الأول، ممدوحة بن عبد الله المهيري مع ممدوحة ملهمة أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع شقرة سيف بن محمد بن سالم الدرعي، من يأتينا بشقرة على المركز الرابع، وفي المركز
المركز الخامس، المركز الخامس والقدوم من قبل راهية سعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري من ينطلق على المركز الخامس، وفي المركز السادس هناك مع بالحب وغيوم حمد بن محمد بالحب العامري، وصل بن صويح مع سواحل محمد بن صويح بن علوبة العامري مع السواحل بأول ندى لها في هذا الانطلاق. هنا تأتينا شخصية خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من تنطلق بأدائها المميز الجميل والتحدي السلوم الجميل. الله نقترب نقترب من الكيلومتر الأخير، هناك الوصول من وفا سالم بن سعيد بن منانة يقدم لنا وفا في أول إذاعة. أيضا أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا والمقدمة وممدوحة ممدوحة ممدوحة تنطلق بالصدارة، تنطلق بالمقدمة بالمركز الأول ممدوحة. هنا سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري ينطلق بممدوحة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ملهمة أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل، ووصلت هنا راهية سعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري على المركز الثالث، وفي المركز الرابع سواحل سواحل محمد بن صويح بن علوبة العامري. ولكن هنا هنا الصدورة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول وصدورة هذا الشوط. السلوم والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام، هنا هنا راهية 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 من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، راهية على الصدارة على المقدمة، سعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري، وممدوحة ممدوحة لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري. ولكن هنا 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 راهية 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 بالفوز، راهية بالناموس. تهانينا لسعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور على هذا الفوز الجميل، وجهز نفسك للمقابلة يا بن حمرور. المركز الثاني هناك ممدوحة لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، وفي المركز الثالث شعار بالقرين من أتانا على المركز الثالث ثالث عمر بن حمد بن القرين العامري من أتانا ثالثا، وفي المركز الرابع هناك أيضا شعار بن منانة من تدخل للمركز الرابع والمركز الخامس، أسماء أيضا عديدة نتابع هنا هذا الانطلاق المميز الجميل. وراهية راهية هنا مرات بالفوز والناموس لسعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري. 7:41 ستة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي قدم أيضا مع الراهية. بتهانينا لسعيد بن محمد بن سلم بن حمرور المركز الثاني 7:42 وفاء وتماما وكمالا ممدوحة سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، بينما المركز الثالث هنا وفاجأتنا في الأمتار الأخيرة صاحبة المركز الثالث هذا الانطلاق المميز. المركز الثالث ملهمة لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل، ذرنا ما ذعناها يا بن صندل وهي في المركز الثالث 7:45 جزء واحد من الثانية. سواحل في المركز الرابع، محمد بن صويح بن علوبة العامري، والمركز الخامس ليالي عمر بن حمد بن القرين العامري. تهانينا وناموس تهانينا لل